السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. يا برج الحوت، النهارده معايا قرايه فنجان برج الحوت. ده اخر قرايه فنجان للحوت. احنا كده نزلنا جميع الابراج يا جماعه، نزلنا جميع القراءات، ودلوقتي معايا قرايه فنجان برج الحوت. طبعا ان شاء الله باذن الله شهر نوفمبر يكون كله خير ليكم وكله تفاؤل وتحقيق اهداف، وان شاء الله باذن الله تغيير حال. طبعا كده مقدما اول الفيديو هتختاروا رقم من الموجودين دول، هتختاروا رقم 4 او رقم 8 او رقم 3. الرقم اللي هتختاروه هتخلوه في سركم لحد اخر الفيديو، وهتحطوا نية على الرقم اللي انتوا هتختاروه، واخر الفيديو هنشوف رسالة الرقم وهنشوف النية هتتحقق ولا لا ان شاء الله باذن الله، ونشوف رسالتك هتقولك ايه يلي هتختار الرقم. يلا بينا مقدما كده نتكلم على طول من غير اي مقدمات على القراءة، عشان انا عندي حماس لبرج الحوت، علشان في ناس كتيرة جدا طلباه مني قراية وتوقعات برج الحوت. برج الحوت، انت خرجت من مكانك، انت مشيت، غيرت سكن، غيرت مكان، طلعت رحلة، المهم ان انت غيرت مكانك يا برج الحوت، بس التغيير ضدك مش في صالحك، يعني انت زعلان، غيرت مكانك وانت زعلان يا برج الحوت. برج الحوت، انت بتنام، ولما تيجي تنام بتحلم احلام بتزعجك. انت اصلا امرك وحياتك كلها مش عاجباك يا حوت، بتقول يا ريتني ما كنت اتولدت، او يا ريتني اقدر اغير حالي. عايز تغير حالك بكل الطرق يا برج الحوت. في شخص يا برج الحوت بيحاول دايما يخرب حياتك، او في حد هتتعرف عليها يخرب حياتك، او في حد في حياتك عايز يخربها. بس انا شايفة ان انت تتفائل وغير من نفسك، يعني ابعد الطاقة السلبية. انت حزين جدا يا حوت ومهموم، ودايما عايش في دوامة وفي حيرة، وحياتك كلها ملخبطة. يعني انا شايفة في حياتك ما عندكش راحة خالص يا برج الحوت، بس غير من نفسك وتفائل خير. عندك خبر حلو جدا هيجيلك هيفرحك، عندك خبر حلو هيفرحك يا برج الحوت. ابعد عن الهموم، وانسى الغدر اللي انت اتغدرت بيه، وبلاش تزعل على ناس اتخلت عنك في وقت حاجة انت كنت محتاجها. يعني الزعل ده من حياتك ارميه، مساحتك فاضية يا برج الحوت، كلها خالية من الاوجاع ومن الهموم. بس قول يا رب واصبر وهتنول. شايفة يا برج الحوت ان انت عندك تحقيق عدالة. بعض برج الحوت عندهم تحقيق عدالة في امر كان شاغل بالهم. عندك دخول مؤسسة حكومية فيها عدالة ليك يا برج الحوت. انت محسود يا حوت، عندك حسد وعين جايباك الارض. العين اللي وراك يا حوت جايباك الارض، العين اللي وراك يا حوت جايباك الارض، مخلياك مش عارف تنام، ومخلياك كاره حياتك وكاره بيتك وكاره حتى نفسك. بعض برج الحوت عندهم في البيت نار وعايزة اللي يطفيها. عندك نار في بيتك، ما عندكش راحة خالص في قلب بيتك يا حوت. انت يا برج الحوت بتعمل الخير والناس ما بيتمرش فيها حاجة، يعني بتعمل الخير وترميه البحر. انت مش منتظر حاجة من حد، بس منتظر كلمة حلوة او حاجة حلوة، وعشان كده دايما انت تعبان، مع ان انت اطيب قلب يا حوت، اطيب قلب على مستوى الابراج. انت قلبك طيب جدا، بس دايما الخير اللي انت بتعمله الناس بتنكره، الناس ما تقولش ان انت عملت خير ابدا، ودي حاجة بتزعلك حتى من نفسك. برج الحوت، انت وقعت في مشكلة او وقعت في حفرة وبتحاول تطلع منها، وقعت في حفرة وبتحاول تخرج منها. شايف ان خروجها صعب، بس ان شاء الله بإذن الله ربنا معاك. في شخص هيجيلك ويعتزلك جرحك،
في شخص هيجيب لك رسالة ويعتذر لك، يعني هيقول لك ما تزعلش مني وهيعتذر لك. انت ليه عندك قهر من نفسك يا برج الحوت؟ دايما قرينك يا حوت، قرينك هو اللي مدمر لك حياتك، مخليك حياتك دايما ملخبطة. قرينك وحش جدا يا حوت، قاعد لك زي الحية السودة، قرينك قاعد لك زي الحية السودة او حد مقرب ليك يا حوت. برج الحوت عندك سفر، وعندك توقيع ورق، وعندك خبر حلو، بس خلي بالك من الغدر اللي دايما بتتغدره، ودايما الحاجات الوحشة اللي بتقع في دماغك. بس انا شايفة ان عندك حاجات حلوة جدا ان شاء الله بإذن الله خلال شهر نوفمبر. برج الحوت انت عانيت كتير جدا وتعبت جدا، عانيت في حياتك وفي دنيتك وحتى في رزقك، يعني حتى في رزقك بتتعب، بس ان شاء الله باذن الله عندك تحقيق هدف. يعني انا شايفه ان اهدافك كلها اللي في دماغك هتتحقق، بس خلي عندك، خلي طموحاتك عاليه يا حوت، خلي عندك طموحاتك. بعض برج الحوت عندهم مولود جديد، عندهم بيبي في انتظارهم. الناس اللي مستنيه حمل عندك حمل فتاة الحوت، والناس اللي مش مستنيه حمل وهم فتاة فعندك مولود جديد حلو جدا في العيله ان شاء الله باذن الله. برج الحوت عندك توقيع ورقة حلوة جدا فيها سفر او فيها فرحة، عندك توقيع ورقة حلوة فيها سفر او فيها فرحة يا برج الحوت، او مشروع هينجح. عاطفيا يا حوت عندك لقاء، بعض برج الحوت عندهم لقاء حلو جدا عاطفة خطوبة وجواز، بعض برج الحوت عندهم لقاء حلو جدا عاطفة خطوبة او جواز، بعض برج الحوت عندهم علاقة من الماضي هترجع، او انفصال بعد تعب، انفصال من تعب، يعني في علاقة هترجع من الماضي كان ليها فترة كبيرة قوي منتهية. بعض برج الحوت عندك لقاء عاطفي حلو جدا، يعني عاطفيا على مستوى الابراج، كل على مستوى الابراج يا برج الحوت انت عاطفيا من كل النواحي عندك لقاء حلو من بعد، من بعد كبير، او عندك علاقه جديده وخير ان شاء الله باذن الله. بعض برج الحوت ما عندهمش استقرار. مهنيا يا حوت عندك زيادة في الأموال، بس أنت بتتعب عشان تجيب فلوس وبتحقق حلمك، بس عندك زيادة في الأموال إن شاء الله بإذن الله، وعندك اجتماع بخصوص عمل، بخصوص شغلك وبخصوص حياتك، يعني ما تقلقش. أما صحيا يا حوت أنت ليه متوتر؟ وليه دايما بتشكي من ألم في معدتك أو في رجلك أو في دماغك؟ دايما الصداع يا حوت مش سايب دماغك، دايما عندك صداع أو دايما عندك ألم في معدتك. بعض برج الحوت عملوا عمليات قبل كده، يعني انت يا حوت عملت عملية قبل سابق، أو وحاليا دايما بتشكي من ألم في المعدة وألم في رجلك، ودايما الصداع ماسك فيك من، وعندك تفكير مستمر. انت يا حوت وحيد، انت وحيد دايما حاسس بالوحدة، ودايما عايش في وحدة، ما عندكش استقرار يا حوت، عايش في الوحدة على طول، حتى ما بتلاقيش حد جنبك، والناس اللي بتفعل معاها الخير بتنكره وكأنك ما عملتش اي حاجة. ليه يا حوت؟ عندك حية فتحة بقها يا حوت بتحاول توقعك، احذر بلاش يا حوت، من كتر ما انت قلبك طيب بتحكي كل ما عندك، اكتم يا حوت اكتم، مش كل الناس اللي تحكي لها تستحق، مش كل شخص انت بتحكي له يستحق ان انت تحكي له، في ناس بمليون وش يا حوت، في ناس بمليون وش قدامك حبايبك ومن وراك اعدائك، بس انت مش عارف، مع اني مساحتك فاضية يا حوت وقلبك طيب، قلبك انضف قلب، بس دايما عندك مشاكل ودايما عندك حيرة من نفسك، او حيرة على نفسك، دايما مقهور على نفسك، بس زي ما قلت لك قرينك ملخبط لك كل حياتك. استعيذ بالقرآن يا حوت والصلاة وبخر نفسك وابعد، وحاول يعني بخر نفسك علشان العين تبعد عنك.
انت شخص هادي وشخص جميل وبتحب تفعل الخير وبتحب حاجات كتيرة جدا حلوة، بس ابعد عن بعض اشخاص هيوقعوك في الغلط، ابعد عن حاجات هتوترك، حاول تعيد حياتك وتستقلم بنفسك يا حوت. عندك اخبار حلوة، عندك ارتباط، عندك عمل في زيادة اموال، عندك اخبار حلوة ان شاء الله باذن الله يا حوت. طبعا دلوقتي هنشوف الرسائل وهنشوف النية اللي اتحطت على الارقام. الناس اللي اختارت رقم 3، رسالة رقم 3، عندك حظ حلو وتفاؤل وحظ سعيد ان شاء الله بإذن الله. رقم 8، عندك زيادة في الأموال وعندك تحقيق عدالة وتحقيق هدف يا برج الحوت. رسالة رقم 4، عندك تغيير اتجاه وارتباط وسفر وكمان تحقيق عدالة. أما النيات اللي اتحطت على الأرقام، نية رقم 3 عندك تفاؤل ان هي هتتحقق بالتحقيق ان شاء الله. اما نية رقم 8، قول يا رب وما تنساش دايما ان ربنا قادر على كل الاحوال، على كل الاحوال، ونيتك هتتحقق. اما نية رقم 4 هي محتاجة صبر وهتتحقق برضو ان شاء الله باذن الله، ومحتاجة تفكير. اتمنى تكون استفدت من القراءة يا برج الحوت، وان شاء الله باذن الله شهر نوفمبر يكون كله خير ليك ورزق وسعادة وفرحة ورجوع حبيب وزيادة في الاموال. بس احذر من الاعداء والغدر والخيانة، مع ان انت اطيب قلب وما تستحقش كده خالص. انت اصلا المفروض اللي يكون عنده حد من اشخاص برج الحوت يشيلهم فوق دماغه. يا جماعة برج الحوت ده اطيب قلب. تحياتي ليك يا حوت، ببعت لك تحياتي طبعا لكل المستمعين قراءة برج الحوت. يا رب تكونوا استفدتوا من القراءة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبتكم القراءة، وتشتركوا في القناة لو أول مرة تتفرجوا على قناتي. تحياتي ليك يا حوت.